السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال القرص بطريقة سهلة ومبسطة وفي نفس الوقت سريعة. غادي نخدموها بطريقة العجينة 10 دقائق اللي كلشي كيعرفها، بدون عجن ولا تمارة، وكيجي مقطن وهشيش وكذلك اقتصادي والنتيجة مضمونة بأمل 100%. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج 2 كيسان ديال المدافي، 2 كيسان ديال الدقيق الأبيض، كاس معمرش ديال السكر، نصف كأس ديال الزيت النباتية، 1 فاني، ونص خمارة من وزن 8 غرام، نص معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وبيضة واحدة. وهنا باقي الدقيق لجمع الخليط. المجموع اللي استعنت به هنايا هو نص كيلو 500 غرام، واللي كيبغي القريصات يكونوا منسمين تقدروا تضيفوا النافع يكون محمر ومطحون. انا ما غاديش نستعمله في هذه الوصفه، غادي نستعمل الشوكولاط. طريقه التحضير، غادي نضيف 2 كيسان ديال المدافي في الاناء، ثم غنزيد عليهم كاس معمرش ديال السكر، ساشيه ديال الفاني من وزن 7 غرام، ومعلقه كبيره خميره فوريه. ثم غنضيف 2 كيسان ديال الدقيق اللي مغربل من قبل. غادي نحرك الكل جيدا حتى يندمجوا المكونات مع بعضهم البعض، ما بقاوش ليا دوك الكويرات. صافي، من بعد ما غادي نخلط هادشي هذا مزيان، غادي نغطيه بلاستيك غذائي واحد 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نرجعو باش نضيفو باقي المكونات. كما كتشوفو الخليط كيولي على شكل ديال خليط البغرير. صافي، دابا نغطيه نخليه يرتاح ونتلاقاو مع باقي طريقة التحضير. هنايا ملي خمر الخليط ديالي كيولي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، بحال الخليط ديال البغرير. ودابا غنضيف باقي المكونات. غنضيف نص كاس ديال الزيت، وغنضيف نص معلقه صغيره ديال الملحه، ونص خماره من وزن 8 غرام. ثم غنضيف البيضه، التحريك، وغنضيف في الاخير الدقيق اللي بقى لي من نص كيلو من بعد ما خديت منه 2 كيسان اللي ضفتهم على الخليط اول مره. الدقيق راه مغربل من قبل، ضروري يغربلوه باش لا كان فيه شي شوائب كتحيد. صافي، غنستمر بهذه الطريقه، كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى يتجمع الخليط ديالي. في الاول استعنت بالطراب اليدوي، من بعد غادي نستعمل يدي باش يسهل عليا الخدمه. صراحه هاد القرص هادو كيجيو رائعين وهشاش، واهم حاجه في هادشي هذا كامل انهم اقتصاديين. صافي، من بعد ما غادي نجمع الخليط ديالي غادي نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح مره اخرى 10 ديال الدقائق، ونرجعو نكملو باقي المراحل. دابا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق، كما كتشوفوا في الفيديو، وليت كنجبد الاطراف وكندخلهم للداخل. صافي، غنستمر بهذه الطريقه هذه، وغادي نولي نرجعو يرتاح 10 ديال الدقائق اخرى، وهذه المره اخر مره. صافي، ومن بعدها غادي نشكلوا القرص ديالنا ان شاء الله.
صافي دابا ارتحت العجينة ديالي 10 دقائق. اول حاجة غنرش سطح العمل بالدقيق حيت الخليط خفيف غادي يبقى يتلصق، من الافضل ترشو سطح العمل. وغادي نحط الخليط ديالي صافي. دابا غادي نحاول نجمعو، ما ندخلش الطحين لداخل، غير نحربلو فيه وصافي باش ما يتلصقش. وغادي نجيب سكين وغادي نبقى نقسم. انا هنا استعنت بالميزان، غادي نوزنهم باش يجيوني متساويين وحتى في المنظر يجيو مزيانين. بالنسبة للوزن كنا حابة درت ليها ما بين 75 حتى 76 غرام. غادي نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل الخليط ديالي كامل، أو عفوا العجين ديالي. كما كتشوفوا راه كتلصق، مرة مرة دهنوا يديكم بالطحين. من بعد ما شكلت العجين ديالي كامل كويرات ووزنتهم، غادي نبقى ناخد كل حبة غادي نضيف لها الشوكولاتة في الوسط وغادي نجمعها كما كتشوفوا غير بالعقل. مرة مرة كندهن يدي بالدقيق باش ما تبقاش تلصق. صافي غادي نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل الكريات اللي عندي كاملين، نضيف لهم الشوكولات. تقدروا تعمروهم باش ما بغيتوا. ونتلاقاو مع باقي المراحل. من بعد ما ساليت الكريسه ديالي عمرتهم بالشوكولات وستفتهم في اللاطه، دابا غادي نستعن بهاد الاطار هذا، كنديرو في شويه ديال الدقيق وكنقرص به بالاصابع ديالي على هاد الشكل هذا. كيساعدني على ان القرص يجي مقاد ومتساوي، ما يجيش عوج. غادي نكمل كل حبه بنفس الطريقه باش ملي يطيبو يجي المنظر ديالهم زوين، ما يجيوش عوجين. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل الكويرات كاملين، نقرصهم وغادي نغطيه ونخليه يخمر على خاطرو. كل ما خمر كل ما كيجيو مزيانين. ونتلاقاو مع المرحله الاخيره قبل الطهي. هنا كما كتشوفوا القرص ديالي ها هو اخمر وضعف الحجم ديالو. بالنسبه للخليط اللي دهنت به، خديت معلقه صغيره ديال نسكافيه ذوبتها في شويه ديال الماء دافي، من بعد زدت عليها بيضه كامله خلطتهم مزيان حتى ذابت. ثم غادي ندهن بها القريصات، غادي ندهن نحاول ندهن غير بشويه بشويه باش ما يهبطوش ليا وما يتخسرش الشكل ديالهم كما كتشوفوا. هاد الخليط هذا كيعطي لون زوين للقرص ملي كيطيب، كيجي الشكل ديالو كيشهي. ما تخافوش من نسكافيه، ما كتطلقش المذاق في القرص، كيبقاش المذاق ديالها. صافي هنا ملي كملت غادي نرش بشويه ديال الزنجلان تقدروا تزينوه باللي بغيتو، انا اكتفيت غير بالزنجلان. وفي هذه المرحله راني سخنت الفران قبل على حراره 180، غادي ندخلهم يطيبوا من تحت حتى يطيبوا مزيان عاد نشعل عليهم من الفوق. انا حطيت لكم صوره ديال القرص وهو كيطيب، كيجي لهذا الشكل ديالو كيجي زوين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دعموني باللايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو وجد، الشكل ديالو كيجي زوين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش
دعموني باللايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. نتلاقاو إن شاء الله في